بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أعزائي التلاميذ، لقد خصصت إن شاء الله هذه الفقرة المباركة الموجودة قبل شهادة التعليم المتوسط في تصحيح بعض الاختبارات التجريبية، قد تكون على مستوى المؤسسة التي أعمل بها، وقد تكون كذلك على بعض المؤسسات. يعني قرأت في بعض المؤسسات، وكاين بعض الاختبارات التي هي ممكن تكون قريبة جدا من شهادة التعليم المتوسط. وقد وضعت هذا الاختبار الذي بين أيديكم الآن، وهو اختبار المؤسسة التي أعمل بها، ففضلت الآن أنني أحل التمارين الأربعة لوحدهم. معناه كل تمرين عنده هدفه الخاص، ثم نروح مباشرة إلى المسألة. إن كانت على شكل وضعية إدماجية فنحلها، إن كانت عبارة على وضعية مشكلة فكذلك لا كذلك، وإن كانت عبارة على مسألة وهذه المسألة ذات وضعية فقط، يعني كذلك سوف نحلها بالطريقة الممكنة. إذا التمرين الأول اللي راح موجود في بالنسبة للاختبار، نقول أو يقول التمرين: تحقق من أن إكس زائد إيكغريك كوس سنين ناقص إكس ناقص إيكغريك كوس سنين تساوي 4 إكس. إذا هنا لاحظوا جيدا، كلمة تحقق أي إنك ستجدها حقيقة. إنك ستجدها حقيقة. إحنا كي نشوفوا إكس زائد إيكغريك كوس سنين هو عبارة عن مربع جمع حدين جذاعات شهيرة، وكي نشوفوا كذلك إكس ناقص إيكغريك كوس سنين كذلك عبارة على جذاعات شهيرة. وش راح نديروا في الحل تاعنا؟ الحل تاعنا لاحظوا اكس زائد ايكغريك كل اثنين ناقص اكس ناقص ايكغريك كل اثنين مباشره. اذا نشرنا هذه او هذا القوس اكس مربع زائد ايكغريك مربع زائد 2 اكس ايكغريك ناقص اللي راها موجوده هذه، ونشرنا كذلك القوس الثانيه اللي هي اكس ناقص ايكغريك كل اثنين مربع الاول زائد مربع ثاني ناقص 2 في الاول في الثاني. وعندما ننزع الاقواس نقوم بعمليه التبسيط. اذا هذه تبقى كما راها، لاحظوا حتى الاشاره تبقى كما راها. اما القوس الثانيه فهي مسبوقه باشاره ناقص، كل قوس عندما ننزعها فراح تغير جميع الاشارات، معناها اللي كان زائد واللي ناقص واللي كانت ناقص واللي زائد. عند التبسيط لاحظوا اكس مربع مع ناقص اكس مربع تروح بصفر، ايكغريك مربع مع ناقص ايكغريك مربع تروح بصفر، 2 اكس ايكغريك زائد 2 اكس ايكغريك تساوي 4 اكس ايكغريك، وهو الطرف الثاني الذي تكلمنا عليه. ثم في الجزء الثاني بالنسبه للمساله تعطى مساحه المستطيل 972 سنتيمتر مربع، والفرق بين طوله وعرضه هو 9. وش قال السؤال؟ اقراه جيدا. قال: باستعمال المساواه السابقه احسب نصف محيط هذا المستطيل. معنى احنا نحن في بعض الاحيان يقولون احسب المحيط احسب كذا، هذه المره قال احسب نصف المحيط. وش معنى نصف المحيط؟ لاحظوا جيدا هاوليك الان المستطيل امامنا. المستطيل نحن فرضنا ان كتبنا بكلمه بفرض ان الطول هو اكس، العرض هو ايكغريك، المساحه 972. ما معنى المساحه؟ المساحه هي اكس ايكغريك، معنى اكس ضرب ايكغريك هي اكس ايكغريك. هاي ديك الترجمه تاعنا، بفرض ان الطول هو اكس العرض هو ايكغريك مع المساحه هي اكس ايكغريك. إذا كلمة إكس إيكغريك هي عبارة عن جذاع الطول في العرض، والفرق بين الطول والعرض هو 9، معناه أن الطول نقص منه العرض يساوي إلى 9. السؤال الذي طرح لاحظوا قال لي إذا هاي لك سؤال: باستعمال المساواة السابقة كيف نستعمل هذه المساواة باش نحسب نصف المحيط؟ هاي يا سيدي لاحظوا جيدا. إذا حساب نصف المحيط معناه هو إكس زائد إيكغريك هو نصف المحيط. إحنا كي نروحوا الآن إلى العلاقة المعطاة، هي هاي ليك إكس زائد إيكغريك كل اثنين ناقص إكس ناقص إيكغريك، إكس ناقص إيكغريك هو الفرق بين الطول والعرض، يساوي 4 مرات من المساحة. معناه كي نشوفوا إحنا في العبارة اللي وجدناها إحنايا 4 إكس إيكغريك، واش معناتها إكس إيكغريك؟ هو الطول في العرض يعني مساحة. إذا عوضنا الإكس إيكغريك ب 972، إذا هذه تبقى كما راها ناقص 9 و2 هو الفرق بين الطول والعرض يعني 81، رانا نستعملوا في المساواة بطريقة مباشرة. إذا 9 و2 81 و4 ضرب 972 3888. ثم نكمل العلاقة تاعنا، نحن نحوسوا على إكس زائد إيكغريك اللي هو نصف المحيط. إكس زائد إيكغريك كل أسنين تساوي 3888 زائد 81 كانت ناقص تولي بالزائد، كي نجمعها راح تطلع لنا 3962. ومنه راح ندخل جذر الطرفين، معنى اكس زائد ايكغريك تساوي الجذر التربيعي لهذا وتساوي الى 63، معنى نصف المحيط هو 63.
لو أكملنا في السؤال الأخير هنا، قال إذا علمت أن عرضه هو 27 استنتج طوله. إذا شوفوا السؤال ما قاليش احسب طوله، قال استنتج طوله. حساب الطول، لأن العرض 27 معناه نجي العلاقة هذه تاع نصف المحيط أن x زائد 27 تساوي 63، أي x تساوي إلى 63 ناقص 27 وتساوي إلى 36، وهو المطلوب إثباته. إذا هذا التمرين الأول، سنرى إن شاء الله بعد لحظات اللي هو التمرين الثاني. وأشكركم على حسن الانتباه، ومباشرة إلى الحصة الثانية أو التمرين رقم 2، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مع التمرين الثاني الآن، لاحظوا جيدا أبنائي، السؤال يقول يمثل المخطط المقابل هذا توزيع النقاط المتحصل عليها في امتحان مادة الرياضيات لتلاميذ السنة الرابعة متوسط. السؤال قال أعطي المتوسط حسابي لنقاط القسم. لاحظوا أبنائي الكرام، كلمة المتوسط حسابي نعني به المعدل. إذا هناك متوسط حسابي عادي، وهناك متوسط حسابي اللي هو سميه المتوازن. إذا لا نخلط بين المعلومتين. كلمة الحسابي أو الحسابي المتوازن هو المتوازن. المتوازن شو معنى ذلك؟ كأننا نحن الآن ندرس في السنة الرابعة، وعندنا كل مادة لها المعامل تاعها، معامل رياضيات 4، معامل لغة عربية 5، معامل الفرنسية 3 إلى آخره. حنا باش نحسبوا المعدل تاعنا لازم كل نقطة اللي راح نديها في المادة نضربها في المعامل على مجموع المواد، مجموع المعاملات، وليس على مجموع المواد، إذا على مجموع المعاملات. احنا في هذه الحالة كلمة المتوسط الحسابي هو المتوازن، أي على مجموع المعاملات. احنا في هذه الحالة ننظر إلى هذا نسميه محور الفواصل، محور التراتيب، اللي هو النقاط التلاميذ. أحسن حل هو أنني أنظم هذه المعلومات في جدول. النقطة 9 شحال تكررات؟ تكررات زوج خطرات، داوها زوج تلاميذ. النقطة 10 داوها 4، النقطة 11 داوها 3، النقطة 12 داوها 2، النقطة 13 داوها 6، والنقطة 14 أخذوها 2. إذا نقرأ جيدا في الشكل فنجد هذا الجدول الذي بين أيدينا. كيف نحسب المتوسط الحسابي؟ المتوسط الحسابي رمزه M اللي هو جاي من كلمة موين. راح نضرب النقطة في تكرارها، النقطة في تكرارها، زائد 10 في 4 زائد 11 في 3 زائد 12 في 2 زائد 13 في 6 زائد 14 في 2، الكل على مجموع التكرارات، هذا هو على 19، الناتج يساوي إلى 11.63. بقي الآن كلمة الفئة الوسطية. احنا نريد الآن حساب الوسيط اللي رانا نتكلم عليه. الوسيط هذا وش من مرتبة راه موجود في حالة ما إذا كان فرديا، فنطبق القانون اللي هو آن يساوي آن زائد واحد على اثنين. أنا شحال عندي الآن من تكرار؟ عندي 19، معنى 19 زائد واحد 20 تقسيم اثنين يعني تساوي إلى 10. إنه موجود في المرتبة العاشرة وليس هو الوسيط، راه موجود في المرتبة العاشرة. معنى الوسيط احنا باش نتحصلوا عليه راح ناخذ هذه الأرقام، مثلا 9 تكررات زوج خطرات، العشرة تكررت 4 خطرات. سنرتب هذه النقاط، نرتبها ترتيبا إما تصاعدي وإما تنازلي. كيف احنا من الأحسن أننا نرتبها ترتيبا تصاعدي. إذا 9 تكررت زوج خطرات نكتبها زوج خطرات، العشرة تكررت 4 خطرات نكتبها 4 خطرات، 11 تكررت 3 مرات هاي ليك، 12 زوج خطرات هاي ليك، 13 اللي هي 6 مرات هاي ليك، و14 مرتين إنها أمامنا الآن. إذا كيف، ما هي مرتبة الوسيط؟ مرتبة الوسيط قلنا آن زائد واحد على اثنين إذا كانت زوجيا، زوجيا مباشرة آن على اثنين. أما إذا كانت فرديا زائد واحد تقسم على اثنين يعني في المرتبة العاشرة. فنحسب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، إذا إنها موجودة في المرتبة العاشرة. الوسيط في هذه الحالة فهو 12، هذا العدد 12 اللي راه موجود هنا. نترك ما وراءه 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وبعده 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يعني 9 ما قبله و9 ما بعده، وبالتالي سيأتي في الوسط. إذا هذا حل التمرين الثاني، وأشكركم على حسن الانتباه. إن شاء الله حصة أخرى ستكون إن شاء الله تمرين رقم 3، وشكرا على الانتباه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مع التمرين الثالث دائما في الاختبار التجريبي بالنسبة للمؤسسة، فسؤال قال أرسم المثلث ABC قائم في A. إذا رسمنا هولك مثلث ABC قائم في A، حيث AB 8 وAC 6، أحسب BC. إذا احنا مباشرة ما نشرح نرسمه بالرسم الدقيق، لأن السؤال ما قالش أرسمه بأطواله الحقيقية. إذا نرسمه المثلث على أساس
يعني انه مثلث منتهى الامر قائم. اعطانا الاطوال AB 8 و AC 6. السؤال قال احسب BC، BC هو الوتر. اذا احنا في هذه الحاله مباشره حساب BC وباستعمال فيثاغورث مباشره ان BC اس 2 تساوي AB اس 2 زائد AC اس 2، وفي الاخير ان BC كطبق عليها القاعده راح تخرج لنا الى 10. اذا BC تساوي 10. السؤال في الحل الاولى قال عين نقطه ام من AB، هاو AB، كيف نعين نقطه ام؟ قال لي AM تساوي AB على 4، معناها AM هذه تساوي AB كومبلي قسمها على 4. هاوليك 1 2 3 معناها 4 قطع، 1 2 3 4، يعني AM في هذه الحاله AB على 4. ما دام AB كومبلي 8، 8 AB على 4، 8 على 4 فيها 2، معناها AM تساوي 2، لان انا وجدنا الحل قبل طرح السؤال. قال لي إذا التعيين هنا خلاص، دلتا مستقيم عمودي على AB، هاوليك عمودي على AB هذا هو المستقيم دلتا في النقطة أم، ويقطع BC، يقطع BC في النقطة أن، بين أن أم أن يوازي AC. إذا لاحظوا مستقيمان عموديان على مستقيم واحد فهما متوازيان. الحل تاعو AC يوازي أم أن لأن AC يعامد BC AB، وعدنا كذلك AB أم أن هذا يعامد، إذا مستقيمان عموديان على مستقيم واحد فهما متوازيان. هنا قال لي سؤال رقم 3، جد الأطوال BM وأم أن. إذا BM في الحالة أنا كيف نحسبها؟ BM تساوي AB ناقص AM، إذا AB ناقص AM اللي هي BM تساوي 6، هاي ليك 8 ناقص 2، لأن AM تساوي AB على 4. حساب MN هذه، MN هذه كيف نحسبها؟ باستعمال طاليس، طاليس في هذه الحالة نستعمل التناسبية، BM على BA تساوي هاي ليك BM على BA معناها صغير على كبير، تساوي BN على BC وتساوي MN على AC. اللي هي التناسبيه التي بين ايدينا. نديروا التعويض، بي ام تساوي 6 بي ا 8، بي ان هي موجوده، بي سي 10، ام ان على ا سي اللي هي 6. اذا ناخذ النسبه الاولى والنسبه الاخيره، اذا ام ان في هذه الحاله تساوي 6 في 6 على 8، استعملنا طريقه الجداء المتصالب تساوي الى 4 ونصف. بقي السؤال الاخير وهو كيف نحسب كذلك سينوس او سينتاس سينوس مع الكوسينوس. سينوس بي يساوي، لاحظوا هاي ديك الزاويه نتاعنا، اذا سينوس بي هاي الزاويه بي، سينوس تاعها المقابل هذا ا سي على بي سي، هاي ديك ا سي على بي سي تساوي 6 تقسيم 10 تساوي 0.6. اذا ما طلبش، لم يطلب منا قيس الزاويه ولكن طلب منا حساب القيس سينوس، اذا تساوي 0.6. ولا طونجونت سي تساوي المقابل اللي هو ا بي هذا، اذا ا بي على ا سي، نعم تساوي 8.6 تساوي 1.33. نعم، إذا هذا هو السؤال الثالث. ننتقل الآن إلى السؤال الرابع، وأشكركم على حسن الانتباه، ستكون معنا كذلك اللي هي التمرين رقم 4. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن رانا مع التمرين الرابع. إذا لاحظوا الآن أعطانا الشكل، هاو الشكل الآن أمامنا، هاو لك محور الفواصل، محور الترتيب، المستقيم دي واحد، مستقيم دي اثنين. إذا نحن نركز جيدا في النقاط اللي راه موجودة، نقطة التقاطع، نركز في هذه النقطة بي اللي هي تقاطع منحنى أو من اللي هو المستقيم من ممثل الدالة دي واحد يقطع لي محور الترتيب، وفي المستقيم الثاني يقطع لي كذلك محور الترتيب. إذا عين العبارتين الجبريتين دي واحد اثنين اللي هو الشكل المقابل. وش كتبنا؟ تعين عبارتين دي واحد اثنين من شكل تمثيل بياني لدي واحد، هذا دي واحد مباشرة نراه أنه يشمل النقطة صفر واثنين هذه، والنقطة واحد وأربعة، لاحظ هذه في زوج. إذا هذه فاصلة، هذه ترتيبة، فاصلة ترتيبة. إذا الدالة هذه فإنها عبارة على دالة تألفية، ما دام دالة تألفية إذا نبحث على A ونبحث على B. إذا حساب A تساوي فرق الترتيبتين على فرق الفاصلتين، إذا 4 ناقص 2 على 1 ناقص 0 تساوي إلى 2، معناه A صبناها 2، معناه أن Fx تساوي إلى 2x زائد B. وننظر جيدا إلى النقطة 0 و2، 0 و2 هذا هو B، معناه مباشرة نحكم أن B يساوي 2، يعني العبارة تاع D1 اللي هي Fx تساوي إلى 2x زائد 2. هذا نتيجة مباشرة. تمثيل البياني اللي دي 2 كذلك نلاحظ انه يشمل من نقطه 0 7 و1 4. شوفوا معي مليح، 0 اللي هي 0 7 هاي ليك مع 1 4، هذه اللي هي النقطه
التي نسميها بنقطتين. هذه النقطتين هنا الدالة الأولى نسميها F، الثانية نسميها J. إذا J يساوي A X زائد B. كيف نبحث على A حساب A؟ هو الفرق بين الترتيبتين، على الفرق بين الفاصلتين. الترتيبات اللي أمامنا 7 ناقص 4 و 0 ناقص 1. إذا اللي هي نكتبها هنايا هاي ليك A يساوي 7 ناقص 4 و 0 ناقص 1 تساوي 3 ناقص 1 وتساوي ناقص 3، معنى A تساوي إلى ناقص 3. معنى نلاحظ أن B تساوي 7. نعم هذا صحيح، هاي لك 1 2 3 4 5 6 7 بي تساوي 7، معناه مباشرة جي دي اكس ناقص 3 اكس زائد 7. أما بقي السؤال الأخير اللي هي أوجد نقطة تقاطع المستقيمان حسابيا. إذا حسابيا نكتب دالتين تحت بعضهم، الدالة الأولى هاي لك اف اكس تساوي دي اكس زائد 2، والدالة الثانية إكراك اللي هي جي دي اكس تساوي إلى ناقص 3 اكس زائد 7. إذا نجعلهم متساويتان، الدالتين متساويان أو متساويتان. احنا في هذه الحالة واش نقولوا؟ أن 2 إكس زائد 2 تساوي ناقص 3 إكس زائد 7، ونحل هذه المعادلة نجعلهم كيف كيف، وجدنا أن إكس تساوي إلى 1. نعوض إحدى المعادلات فنجد إكس إكراك تساوي إلى 4، أي نقطة التقاطع اللي هي 1 4 اللي راه موجودة في الشكل هاي ليك 1 و4، والسؤال هنا قال جد إحداثي نقطة تقاطعهما حسابي. وبالتالي نكون قد أجبنا على التمارين هذه، التمارين رقم 4. تبقى لنا الوضعية أو المسألة إن شاء الله ستبقى في حصة يوم غد بحول الله. وأشكركم على حسن الانتباه، ولكن أنصح فقط، أنصح عندما مثلا تليشارجيو هذا يعني الموضوع إلى آخره، حلوه قبل ما تشوفوا الحل، قبل ما نروح للحل مباشرة حل التمرين تاعك وجرب معلوماتك، وفي الأخير قارن الحل اللي رانا وضعناه مع الحل تاعكم. وإن شاء الله كل يوم سنرى تمارين في مثل هذا النوع، وبالتالي سأكون إن شاء الله معكم حتى إلى نقرب إن شاء الله من الشهادة. وأنصحكم دائما وأبدا فلا نتحير، إن شاء الله ستكون بردا وسلاما على قلوبكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أعزائي التلاميذ، أعزائي الأحباء، حقيقة يعني اليوم إن شاء الله كان المفروض أننا نضع الحل تاع هذه الوضعية التي بين أيدينا، وهذه الوضعية كنت قد عملتها مع تلاميذ عندي في القسم. أولا أرحب بكل التلاميذ الذين جاءونا من قناة الأستاذ الفاضل أبو شاكر العبودي حفظه الله. والأستاذ يعني أكيد أننا سنستحقه اليوم ونستحقه غدا ونستحقه كذلك في المستقبل، يعني أمور تثلج الصدر. شكرا على الالتحاق بالقناة، بقناتكم هذه، فهي قناة لجميع أبنائنا الأحباء والكرام. يعني أردت في هذا المنبر بالذات أن كذلك أوجه لكم فقط بعض النصائح. إننا إن شاء الله على مقربة من اختبارات رسمية الوطنية، وعلى في مقدمتهم هي شهادة التعليم المتوسط. سيكون معنا إن شاء الله يوميا معلومة إضافية تضاف إلى معلوماتنا، سواء يكون تمرين يكون يشابه أو سيكون موضوع يشابه أو ستكون وضعية تشابهة إلى آخره. عندنا بعض التصورات، وبالتالي لا نبخلكم من هذه الأمور. إذا نحن في خدمة أبنائنا، وكذلك سنسهر على راحتهم ونسهر كذلك على أفكارهم، وإن شاء الله كذلك يعني المعلومات التي سوف يعني سوف ننشرها، هذه المعلومات نستحقها حتى إن شاء الله إذا دخلنا إلى الثانوية. إذا بين أيديكم الآن هو اقتصاد الماء. اقتصاد، سمينا هذه الوضعية، سميناها تحت عنوان اقتصاد الماء، نقرأها مع بعضنا في عجالة تامة. إذا تحصل السيد بعلام على فاتورة الماء للفصل الأول من السنة الحالية، واتضح أن هناك استهلاك كبير للماء، إذ بلغ المبلغ المسدد للدفع وهو 5123.60 دينار، كما هو موضع في الفاتورة التي هاولك المبلغ موجود هنا، المبلغ المسدد. ظنا منه أن هناك خطأ طارئ على مستوى الفاتورة، أول رد فعل السيد بعلام أن هذا غير عادي، وتساءل هل هذه مسؤوليتي؟ إذا كان الأمر يخص الحنفية الموجودة عندي والتي تسيل باستمرار، كان المفروض أنني أصلحها مسبقا. يعني عند السيد بعلام عنده حنفية كما نقول عين مخسرة مكسرة، وهذه العين تقطر، يعني تقطر باستمرار، ما دام تقطر باستمرار هو لم يصلحها.
عندما لم يصلحها أكيد فبهذه التجربة البسيطة، هذه التجربة أخذ دلو، وهذا الدلو فهو وجده أنه عندما يضعه يعني تحت هذه الحنفية، كما جاء هنا في السؤال، معنى كونك تلميذ بالسنة الرابعة متوسط وباستعمال مكتسبات كل فاتورة، لاحظ جيدا، علمت يعني قالوا لك أن السيد بوعلام راه يضيع دلو سعته 40 لتر يوميا، معنى كل يوم عنده 40 لتر ضيع ماء، هذه واحدة. وأنه هنا كاين واو، لاحظوا موجود بين الجملة الأولى والجملة الثانية، وهنا يعني حقيقة سنوجه يعني كما نقول احنا ربما تفسير سيكون من طرف أستاذنا الفاضل أبو شاكر، يعني نقول له فقط ما هو محل إعراب الحرف الواو هنا؟ إذن يضيع دلو سعته 40 لتر، وأنه يستهلك 31 متر مكعب في الفصل، يعني كاين الماء اللي يسحقوا نقولوا حنا في بالنسبه لدوره المياه، يسحقوا في الماكله، يسحقوا في الشراب، يسحقوا في كذا، هذا استهلاك الماء. وانه ضياع للماء اللي هو 40، معناه الفاتوره اللي خرجت فيها زوج حوايج، فيها 40 لتر يوميا وفيها 31 متر مكعب. حذاري هنا الفهم، لازم ما نفهموش على اساس كلش 31، كاين ضياع الماء وكاين استهلاك الماء في الفصل، والفصل فيه 3 شهور. نعم، وثمن تصليح الحنفية هو 2500 دينار، هذا الفكرة أو هذا الثمن إنه ثمن مشوش، هذا لا نستحقه إطلاقا، فقط يعني بالنسبة للتلميذ حتى يكون في حالة عدم التوازن في الحل. ولكن السؤال هنا سؤال واحد ويخبي لنا سؤال واحد آخر، قال لك هل يمكن إيجاد كمية الماء الضائعة وثمنها؟ هذا مكان والتحويل أعطاهنا على أساس 1000 لتر يعني 1 متر مكعب. بالنسبة للحل، إذا الدلو الذي بين أيدينا عنده 40 لتر ماء يوميا، معناه خلال فصل 3 شهور يعني 40 في 90 يوم، 90 يوم هي 3 شهور تساوي 3600 لتر، كي نديروا التحويل راح يطلع لي 3.1 متر مكعب، كمية الماء الضائعة، أنا طلب منا كمية الماء الضائعة هي 3.1 متر مكعب. الثمن، نعلم أن كمية الماء الضائعة زائد استهلاك هو ثمن الفاتورة الموجود اللي هو 5123.60، أي احنا كي حسبناهم 31 و 3.6 طلع لي 34.6 متر مكعب، معنى نديروا طريقة ثلاثية، 34.6 متر مكعب هذا واش طاح لي في الفاتورة، و 3.6 تاع كمية الماء الضائعة هي إكس، شيء مجهول، ونديروا طريقة ثلاثية هذه في هذه التقسيم هذه، يعني 3.6 ضرب 5123.6، احنا ما درناش صفر لأن أصفر بعد الفاصلة ليس لها قيمة، تقسيم 34.6 طلع لنا 533.09. احنا في هذه الحاله لا نلحق ان نديروا عمليه تدوير مباشره لل كما نقولوا احنا التدوير الى الوحده، وبالتالي راح يطلع لي 533 دينار. اذا الكميه هي 3.6 مكعب والثمن هو 533 دينار. اذا اظن ان في البدايه كانت تظهر على اساس انها حاجه كبيره، ولكن لاحظوا فقط الحل تاعها فهو سهل ميسور. إذا أحبائي التلاميذ أو أعزائي التلاميذ، أقول لكم نعم، أشكركم على هذا الانتباه، وإن شاء الله لنا فيديوهات خاصة أخرى كذلك حول مواضيع جديدة وحول معلومات جديدة إن شاء الله حتى في هذه الأمسية. إذا ترقبوا بين الحين والآخر حتى يكون معنا اختبار آخر راح نعطيه لكم في صندوق الوصف، ولكن قد طرح علي بعض التلاميذ ربما في تعليق قريتها يعني أين الموضوع. إذا ستجدون الموضوع إن شاء الله إما في الصفحة فيسبوك أو بالأحرى في صندوق الوصف بالنسبة لهذا الفيديو الذي وضعته الآن. إذا أشكركم شكرا جزيلا، وإن شاء الله ترقبوا بين حين وآخر اللي هو موضوع آخر، وإن شاء الله سيكون حل كذلك مشابه إلى هذا إلى حد بعيد. وأقول لكم سلام الله عليكم، أو بلغوا سلامي إلى كل الأولياء، وكذلك إلى كذلك لا ننسى كذلك أننا نهنئ الأستاذنا الفاضل على نجاح في مسابقة كليك أو درع كليك يعني السنوية، وإن شاء الله ستكون نجاحات أخرى بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.